المطرب أحمد سعد إلى المملكة العربية السعودية وتحديدا مدينة الرياض لحضور مهرجان ميد البيست الذي يعتبر من أكبر مهرجانات الموسيقى العربية في الشرق الأوسط. ونشر سعد عبر صفحته على انستغرام مجموعة من الصور من داخل طائرة خاصة وعلق على إلى الرياض ميد البيست. ويقام مهرجان ميد البيست أيام 14 و15 و16 ديسمبر الجاري، ويأتي ضمن فعاليات موسم الرياض، وسوف يضم أكثر من 100 فنان ودي جي عالمي، كما سيشارك به أيضا عدد من الفنانين العرب. ويبدأ المهرجان مع إحياء مجموعة نجوم عرب حفلات 14 ديسمبر أولى أيام المهرجان الكبير مع عمرو دياب، إليسا، والدي جي الإسكتلندي كالفين هارديس، ومغني البوب ويز كيد، والباندا الأمريكي ميتاليك وغيرهم. وعمرو قام بالترويج لحفل الغد إذ نشر يوم 10 ديسمبر بوست الحفل مع تعليق ما معناه العد التنازلي حتى 14 ديسمبر. عمرو دياب يعيش في ميد البيست عاصفة صوتية.